4000 ريال. ما هي بطالعته من ذا البيت لين تاخذ ال4000 ريال. 4000 ريال؟ وش هي؟ انهي بهي؟ تشتغل عندنا يوم واحد تاخذ 4000 ريال. قولي لها انا بعطيها راتب يوم وفوقها اكراميه 200 ريال وخليها تنقلع. والله قلت ميتها، بس انها عيت الحين. تقول انتم خربتوا علي موسم رمضان وبيت ابو منصور ما اقدر ارجع لهم، وانا ما اعطيتوني ال4000 ريال بعلم عليكم الشرطه انكم انتم خاطفيني. ولا قوه الا بالله، يا من شراله من حلاله الا. خلاص روح انت شويه، انا بعطيك 4000 بس. روح شويه حول ولا قوه. يعني الحين تبيها تطلع من ذا البيت وانا قاعد رمضان كله من غير شغاله، وانا اللي قاعد اطبخ وانفخ وزين السمبوس والقيمات واغسل ثيابك وثياب عيالك؟ يعني هو شهر واحد ما تبون يرتاح فيه؟ رمضان اهم شهر بالسنه اللي تحتاج فيه الحرمه شغاله، اقعد من غير شغاله؟ اهون عليك؟ اهون؟ ابوك امشي يا بنيتي، امشي ابوس ما يحبني. هي تفضل. لا والله تفضل. والله تفضل. يبا. قول. لا بقول انت. لا والله قول. قول انت، انت اقرب منك. قول ولا بل انت. خلي اقول. يبا، انا عارف انه انت وامي تعبتوا كثير في تربيتنا. صحيح. لكن والله ثم والله ما نخليكم مكسورين الخاطر. ابدا. احنا اللي بنطبخ. وانا اللي بغسل. واحنا اللي بنكوي. كل شيء تبين نسوي. بنغسل الحوش. سوي لك مساج. كل شيء بنسوي عنكم، كل شيء. أبغسق الزرع. كل شيء. أنا سعيد إني أنا أسمع هذا الكلام. هذول أولادي. هذه عائلتي اللي أنا ربيتها على قيمة الاعتماد على النفس. أنا أسعد واحد اليوم على هذه الأرض إني أشوف أولادي جو في هالمحنة اللي قاعدين نمر فيها وتعاضدنا وتآزرنا. بسم الله عليك. إيدك. خلونا نتعاهد على قيمة العمل. لا للخادمة. نعم للعمل الفردي. نعم للعمل الفردي. نعم للروح الجماعية. فلتحيا الشعوب التي لا تعتمد على الخادمة. تعيش. أنا سعيد. منو جاينا هالحزة؟